وكم تعطيني على هالمشوار؟ هاي مشوار يا حبيبي، ترى هالاستراحة اللي جنبنا 50 ريال. سلامات، لاقينا أنت. أجل، مع السلامة. لا 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 لا، خلاص ترى من حدين عليك، ولا أنت ما تستاهل. خذ أهم شيء عندي الفلوس أنا يا حبيبي. يلا مع السلامة. مع السلامة. مي 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 يا عيال، اسكتوا اسكتوا. ها الو، هلا ومرحبا مي. انت قلتي لي اسمك مي امس. على العموم الطلب جاهز، بيوصل السواق لاستراحتكم. انت قلتي لي امس وصف استراحتكم. شكلك تنسين واجد. على العموم خليك جنب الجوال. ها يلا باي. وش فيك انت؟ بغيت تنكبنا؟ والله ما عرفت امسك نفسي يوم قالت لي باي يا روحي. يا ابوي ادق على وحيد، خليه يوصل الطلب. اي صح، دق على وحيد. الو، هلا وحيد. عيون وحيد وروح وحيد، امريني يا لبه قلبس. يا الخفيف، انا ياسر، ودي الطلب للمي، استراحه رقم 4. حرام عليك يا ياسر، حرام عليك يا اخي، صدق انك قاتل للمتعه. كان خلتني اعيش الجو شوي. اخص اخص اخص، صار عندك مشاعر؟ اسمع، خلاص اليوم بخلي ياسر يكلمك بصوت بنت طول الليل، بس دزه ودي الطلب. يلا يلا ان شاء الله، ابشر ابشر. الله يعيننا على هالمشوار. انت مي؟ اي مي، حتى انت تعرف اسمي بعد؟ اي قال لي، قصدي قالت لي ام ياسر، ام صالح. طيب وين باقي الحوافظ؟ في السيارة، امسكي هذه، بجيبها لك الحين. اوكي. وهذه فلوسكم يا عيال. هات 500 600 700 800 900 1150. ايه سلامات، ناقصة 50، تبي تزرفنا؟ ال 50 حقتي. 50 في عينك، معطينك اول 50. هذاك اول، يوم عرفت الموضوع فيه لعب قلت اخذ حقي من بدري. ولا ترى وشو؟ احنا نخليه يستاهل، خليه ياخذها. اي شرها، والله ما هب عليك، على ود عمي اللي مختارك اصلا. تود وزت، اهم شيء الموضوع لا يطلع ابد. انسى الموضوع، في اوردر ولا امشي؟ اقول توكل على الله بس. استر على ما واجهته. انت اللي استر على ما واجهت. باي باي. ها شو الوضع يا عيال؟ هات الدراهم. خذ الحين كم حقي منها؟ عقب المصاريف والأغراض اللي حنا شرينا، لكل واحد منكم 50 ريال. سلامات يا أبوي، أهدى من كذا. وحيد يأخذ أكثر مننا ليه؟ أخذ منك 50 ومنه 50، ولا حق الدموع اللي راحت في البصل. هو صادق، لا تصير بخيل أنت، 50 ما تسوي شيء. يا الله لكل واحد 100. هاك ياهو، هاك يجي. جود جود. ها بصراحة بنات، شو رايكم بأكلها؟ شوفي صدق الشكل ما يشجع، بس والله الطعم في المخ يا شيخة. ما قدرت أوقف، يعني لو نستمر نطلب منها عز الله برجع للجيم. بصراحة أكلها مرة يجمل، عشان كذا أباك تعطيني رقمها. بنت خالتي عندها حفلة تخرج وأبغى أرتب معها. أبد أبشري. لبيه مرة حلو يا أخي. ولا غلطة. هلا حياك الله. مو هذا رقم ام صالح؟ الو، معلش يا بنيتي، ابو صالح يرد على ارقام الغريبه، يغار علي. هلا هلا ام صالح، نحتاجك بكره في شاليه، عندنا حفله تخرج. الشاليه هنا قريب في الرمال، واذا ما عندك سياره بجي اخذك وارجعك. تكفين الخاله، اكلك مره يجنن، وابي اسوي لهم مفاجاه. ابيك تطبخين عندنا في الشاليه. ابد ابشري، ارسلي الموقع والوقت والطلبات اللي تبغونها، وترى مساعداتي بيجون معي. ايه اكيد حياهم.
بس ما قلتي لي كم تاخذين؟ اخذ على الطلعة 5000 ريال، واي شيء تحتاجونه بطبخه عندكم. اوكي تمام، ابرسل لك الوقت والموقع الواتساب. باي باي. اقصد مع السلامة يا بنيتي. كفو والله ياسر، 5000 ريال يا عيال. 5000 والله ما هي بشينه، لكل واحد بيشارك معي لو 500 ريال، اللهم ارزقني وارزق مني. من جدك انت؟ اكيد بنشارك، هذه 500 ريال. بس يا عيال بيني وبينكم يعني بديت اتوتر، وشلون بنصمل؟ ما عليك، خلي الموضوع عليك.